بردوني افرو اللي غير مش الاب يعني نعمل بردوني افرو 100% خليك انا قلت لي شفا خل فوقهم جاي ما فيش حتى كده ولا خويا اللي مشي بدا وتو باول دوز اللي مشي بدا الراتوني بحايلي والعادي وشيشيه وقدامهم محجوبي ومعهم بسل بابا والقيه فيهم افيرو ميشن نادي الافريقي على البادره هذه بدل اللي تشرف بدل اللي ربما تعطي تكون عبره للشباب التونسي باش يعرفوا انه الرياضه تحابب واخويه واحترام المنافس. شفنا دور النصف النهائي سخون ما بين الترجي والنادي الافريقي، الترجي فاز 4-3 هنيئا للشيوخ نتاعنا، اما النادي الافريقي نشكرهم على البادره هذه وان شاء الله يعني تتعاود البادره هذه سواء كانت في تونس ولا في سويسرا ولا في سويسرا. هذه جمعيه قدماء لاعبي كره القدم تاع الترجي الرياضي اللي قاعده تقوم بعمل جبار، عمل اجتماعي، عمل رياضي، ونشكرهم عليه من سي منتصر، سي عبد الكريم بوشوشه، سي بالحسن مرياح وغيرهم، يعطيهم الصحه على الخدمه اللي يقوموا بها. طيب ونحب نشكر الحق الفرق الاربعه الكبار اللي شاركوا في الدوره هذيا، نادي افريقي، الترجي الرياضي، نادي الصفاقسي والنجم الساحلي. وكما شفتوا معناها الاجواء معناها ذكرتنا بايامات نتاع المقابلات القديمه، وكان تنافس شديد الحق بين في المقابلتين هذوما، وان شاء الله معناها البادره هذه ان شاء الله باش نزيدوا ندعموها بفرق اخرى ان شاء الله بعد ما يوفى الصيف وكذا وندخلوا شهر سبتمبر، يكون ان شاء الله تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه. وخاصة تو دعمنا سي حمدي المدب وشكرنا على البادرة هذية، وإن شاء الله مش النادي الإفريقي بركة، إن شاء الله الفرق الأخرى زادها تكون معناها عاملة بادرة معناها في التحابب والتقارب والروح الرياضية بين اللاعبين وبين الفرق، وهذا كل ما نتمناه. نجموش نشوفوا نهار آخر بطولة مسكرة للقدماء. والله خممت فيها، صديقي أنا خممت فيها بكل صراحة، ولو يا حبذا لو كانت موجودة جامعة تونسية للقدماء يعني الفيتيران، معناها باش نكونوا احنا لاهين بهم معناها 100% تو موجودين معناها لي فيتيران بارتو في العالم، ولكن في تونس ماهيش موجوده. ماذا بينا يكون ثم باش نخدموا عليها ان شاء الله بفترة في القريب العاجل. انا وحكيت بخير من الترجي الرياضي ونجم الساحلي ونجم الصفاقسي وتفهمنا معناها على موعد في سبتمبر ان شاء الله باش نكونوا هذه البادره هذه نتاع الجامعه ونلموا الخيان الكل وباش نعملوا جو معناها كبير خلي على الاقل الشباب نتاع تو يتفكر اللاعبين اللي قدموا في نادي الفريق. دورة تندرج في إطار إعادة الروح، معناها شفنا نهاية موسم متشنجة. حبيت الحقيقة نشكر جميع الأندية معناها
الانديه الكبيره بتبيع على راسهم الترجي الرياضي النجم الساحلي مناسبه نهنيه بالبطوله. ايضا نادي رادي صفاقسي اللي رغم معناها السيام وحاله الحر الجشم والتعب وجاو توا بعد المقابلات هذه يعني تبقى كانك الالفه والكلمه الطيبه توا ماشيين عندنا مأدبه نتاع افطار. حبيت الحقيقه نوه بحضور سي حمدي المدب رئيس الترجي الرياضي، هذا مش غريب على الرجل هذا اللي يخدم في الرياضه التونسيه في صمت، حتى اني توا تلبط بالسيت نتاعنا باش نعمل له حوار يعني يعتذر بكل لطف. الحقيقه ماهوش غريب على نادي عريق وكيما الترجي الرياضي. حبيت نقول اللي بالمناسبه عن طريق موقع الترجي الرياضي اللي نعرف فيه متابعين كبار، نتمنى الشفاء العاجل للاعب الدولي علي رتيمه اللي يخضع العمليه في مستشفى صالح عزيز باسم الجماهير الرياضيه كله ان شاء الله فهمني ولا معناها الرياضه هذه ما لها الا فرصه للتلاقي للتحابه، واحنا خيان كنا جيران ولاد حومه وما تقعد معناها في نهايه الامر كان العلاقات تشوف توا يعني الموت تهز الناس كل. ان شاء الله ربي معناها يهنينا وان شاء الله تحيه لجميع الجماهير الرياضيه في تونس، وان شاء الله رمضانهم مبروك وان شاء الله عيدهم مبروك وبارك الله فيكم على الحضور وزينتونا ونورتونا. هذا شيء مش غريب على الكلوب افريكان، ديجا معناها بادره طيبه من لي زونسيان جوار نتاع 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 الكلوب افريكان اي لي زونسيان ديريجون اوسي، حاجه باهيه معناها صارت. انا سان في بليزير اليوم اللي شفت عيادي حمروني، عندي صافي يمكن 10 ولا 12 سنه ما شفتش عيادي، وكيف كيف ما منير بوقديده رياض بوعزيزي، معناها فما برشا اسماء مش ما ننساش، عندي برشا ما شفتهمش معناها شفتهم اليوم. هذا المطلوب معناها كلنا كتوانسه كسوا كلوب افريكان كسوا ليسبيرونس كسوا اون فان كونت كنا خيين وكنا نفرحوا كي نشوفوا بعضنا. انا وعيادي وقت اللي قابلنا بكري انا فريمون سي ما نعرفش يعني حاجه كبيره برشا، وشرف لي انا اللي عاودت من جديد معناها تقابلت مع عيادي وبرشا ملاعبيه معناها قدم عطاو برشا للكره التونسيه، واي حد يتمنى كونه يلعب. حاجه ماشي غريبه على نادي كبير كالنادي الافريقي وبارك الله فيه، هذه حاجه باش نوريو للجمهور ولا نوريو خاصه للمسؤولين تاع الجمعيات اللي راي الكره هي تحابب وهي علاقات وهي محبه. وتبارك الله اليوم اربع جمعيات نتاع الكبار نتاع موجودين لهنا، وان شاء الله تتواصل. احنا هذا ميساج نوصلوه ان شاء الله المسؤولين واللي في الجامعه والكبارات اللي فيدهم القرار اهم حاجه يستوعبوا. Yeah.
شعبنا ليمين والقلب يكركز ودربوين قندران ميساجين أقوى عفسين موتي في الشوارين على صوت الدخصة منيين حتى بديفين شفنا ديرين لفين ديما بريزنتي على غرامك تربي
اكسجين انت اللي فينا دنيا بلا بيك ميدا وبلا اليوم نهار تنظيم تاع النادي الافريقي اللي شفنا برشا عباد ما كناش عندي برشا ما شفتهمش عندي زوارات يعني عندي برشا ما قابلتهمش صحاب وخيان الناس كلها مع بعضنا اليوم ترنوا هذه تنجم تقرب يعني ما بين الفرق تقرب يعني تشوف تو النجم الساحلي تشوف نادي الصفاقس تشوف الترجي تشوف النادي الافريقي كلهم وخيان